السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة المدى، ونقرأ فيها تقريرا بعنوان طوابير المواطنين في المصارف وأزمة الدولار تقترب من وضع مشابه للبنان. منذ أيام يصطف المواطنون في طوابير أمام شبابيك البنوك بغية سحب إيداعاتهم، ولكنهم تفاجؤوا بأن المصارف ترفض تسليم المبلغ بالدولار وإنما بالعملة العراقية وبسعر الصرف للبنك المركزي، فيما تتعكز المصارف على قرار حكومي يقضي بمنع تداول الدولار وبالتعامل بالدينار العراقي فقط، ما يعده المراقبون بداية أزمة اقتصادية جديدة في البلاد. ويبين خبراء اقتصاديون أن القرارات الحكومية الأخيرة جميعها تتماهى مع تهريب الدولار ولا تخدم المواطن أو الاقتصاد العراقي، بل إنها تؤدي إلى ضعف التعامل المالي ما بين العراق ودول المنطقة والعالم. ويعاني العديد من المواطنين ورجال الأعمال في البلد غياب المعايير الدولية في المصارف العراقية بسبب ضعف الأنظمة المصرفية فيها، حيث يتم التعامل مع مصارف الدول المجاورة في تعاملاتهم التجارية والشخصية بسبب عدم ثقة أغلبهم بالمصارف العراقية، بينما يضطر المواطنون العراقيون لادخار الأموال في منازلهم بدلا من المصارف الحكومية والأهلية التي تنتشر في عموم البلاد. مراقبون أكدوا أن أزمة الدولار وإصلاح النظام المصرفي لا يتحققان بدون السيطرة على مزاد العملة بسبب بيعه كميات كبيرة من الدولار. إذا حاولنا أن نستطلع آراء المواطنين، فكم مواطن عراقي مستعد أن يضع أمواله في المصارف العراقية؟ وأنا متيقن بأن من كل 10 مواطنين سيخرج 8 منهم برفضهم لإيداع أموالهم في المصارف العراقية، حيث يحدث ذلك لأسباب مختلفة، منها لعدم ثقتهم بالجهاز المصرفي والنظام السياسي، فضلا عن عدم ثقتهم بالعملة العراقية. ونقرأ مقالا للكاتبة ولاء سعيد السامرائي بعنوان هل ارتكبت الميليشيات الولائية في العراق حريق العرس؟ في كل فاجعة في العراق وهن كثر، جديدها أخيرا حريق أثناء عرس في قاعة الهيثم في قضاء الحمدانية التابع لمدينة الموصل، يحصي العراقيون الجرائم التي اقترفت ضدهم وما تزال دون أن تكون هناك محاسبة قانونية، فلا مساءلة ولا بحث عن مسؤولية وقوع ضحايا تصل أعدادهم إلى مئات من القتلى والجرحى، بل أصبحت القاعدة في التعامل مع كل أحداث قتل مدنيين وجرحهم وتغييبهم تبرئة المسؤولين عنها، كما في مجزرة سبايكر ومستشفيي ابن الخطيب في بغداد والحسين في الناصرية واليوم في الحمدانية. ليكون مفاجئا أن تلصق التهمة ببعض الأشخاص ممن يتحملون مسؤولية محدودة للتغطية على المجرمين الكبار الذين يقفون وراء الحادث الإجرامي لحريق قاعة الحمدانية، بعدها يتم تهريب المجرمين إلى إيران كما حدث مع قتلة الباحث هشام الهاشمي، وسجن القاتل بعد الضغط الشعبي وهو يقضي في أحد سجون العاصمة سجنا مرفها بحسب شهادة الناشطين، يتمشى في السجن كأنه المسؤول الكبير فيه. كذلك الحال مع قاتل الناشط سجاد العراقي المحكوم عليه بالإعدام عام 2020، وقد عاد ليناقش رسالة الماجستير بحسب ما نشر في الإعلام. كلام الشهود أدلة لا تقبل الدحض على تورط هؤلاء المجرمين وميليشيا بابليون في افتعال الحريق الذي راح ضحيته أكثر من 100 قتيل من الأطفال والنساء والرجال و150 من الجرحى، وهذا المشهد جزء من حرب تستكملها ميليشيات بابليون الولائية في سهل نينوى بعد عام 2017، وما سميت عملية قوات التحالف تحرير الموصل لفرض هيمنتها
على نينوى. إلى افتتاحية القدس العربي والتي جاءت بعنوان 50 عاماً ويوم حرب العبور الفلسطينية، اعتمدت قيادة حركة حماس توقيتاً عالي الرمزية في الحرب التي شنتها على مستوطنات غلاف غزة أول أمس، حيث تزامن مع ذكرى مرور 50 عاماً على حرب 10 من رمضان، حرب يوم كيبور حسب تسمية الإسرائيلية. وكان فارق اليوم الإضافي 7 من تشرين أول أكتوبر بدل 6 من الشهر، لتقصد الحركة بدء المعارك صباح السبت، وهو يوم العطلة التقليدي في إسرائيل، الذي يتزامن هذه المرة أيضا مع نهاية أعياد يهودية. تلعب المقارنة هنا لصالح الفلسطينيين، فرغم تطور التقني الهائل الذي طرأ في مجالات الاستخبارات والتنصت والتجسس والمراقبة الذي تتفاخر به المخابرات الإسرائيلية عالميا، فقد تمكنت هذه المرة من مفاجأة الحكومة الإسرائيلية بشكل هائل. شارك جيشا سوريا ومصر في حرب 1973، وحظيا حينها بغطاء عسكري وسياسي مثله الاتحاد السوفيتي الذي أقام جسرا عسكريا جويا، والدول العربية التي ساهمت بألوية عسكرية منها مثل العراق والمغرب، فيما قامت دول الخليج العربي بقطع النفط عن أمريكا وحلفاء إسرائيل الغربيين. أما في حرب العبور الفلسطينية فقد شاهدنا شبانا مجهزين بأسلحة وآليات بسيطة وصواريخ ومسيرات انتحارية يخترقون غلاف غزة المراقب والمحصن بحرا وبرا وجوا، فيسقط خلال 36 ساعة من المعارك 700 قتيل إسرائيلي، ويعلن فقد 750 وخطف أكثر من 100، ولا تزال بعض المعارك دائرة في بعض المستوطنات. تشير الوقائع الأولى للمعارك الراهنة أن حرب العبور الفلسطينية أعادت ضبط الإيقاع العربي والعالمي على ساعة فلسطين والقدس الشريف والأقصى الذي حملت العملية اسمه، كما تشير إلى أن الخطة الوحيدة المستنتجة من أفعال الحكومة الإسرائيلية الأشد تطرفاً ويمينية في تاريخ الكيان ستكون خراباً شاملاً لغزة. في مقال للمعلق توماس فريدمان نشرته صحيفة نيويورك تايمز، وهو صديق معروف لإسرائيل، نقل فيه عن نحوم بيرنباع المعلق في صحيفة يديعوت أحرانوت وصفه هجوم حماس بأنه أسوأ يوم يمكنني تذكره في المعنى العسكري لتاريخ إسرائيل، بما في ذلك الفشل في حرب أكتوبر والذي كان فظيعاً. وعلق فريدمان بأن الحدود مع غزة لا تزيد عن 37 ميلا، لكن ترددات ما حدث لن تدفع إسرائيل والفلسطينيين فقط إلى حالة من الاضطراب، بل وستضرب أوكرانيا والسعودية وإيران. لماذا؟ لأن أي حرب طويلة بين حماس وإسرائيل قد تحرف المزيد من السلاح الأمريكي المخصص لأوكرانيا إلى إسرائيل، وستجعل مقترح التطبيع السعودي الإسرائيلي مستحيلا. الحرب فيها إهانة للجيش الإسرائيلي، ذلك أن إسرائيل تعرضت في يوم الغفران لهجوم من أكبر دولة عربية وهي مصر. هذه المرة تعرضت إسرائيل للغزو من 22 موقعاً خارج قطاع غزة، بما في ذلك بلدات لا تبعد سوى 15 ميلاً داخل إسرائيل من جيش ينتمي إلى ما يعدل لوكسمبورغ. وهذه القوة لم تغزو فقط إسرائيل، بل وأخذت أسرى إلى غزة عبر حدود أنفقت إسرائيل $1 مليار على بنائها، ومن المفترض أنها عصية على الخرق. وهذه ضربة قوية لقوة الردع الإسرائيلية، وتوعد نتنياهو يوم السبت بتوجيه ضربة لحماس لا تنساها. ولكن ماذا سيفعل لو استخدمت حماس المختطفين الإسرائيليين كدرع بشري؟ لن يكون قادرا على المناورة. هجوم حماس سيؤدي إلى هزة أرضية أخرى في أوكرانيا، ولو قررت إسرائيل غزو غزة والمضي في حرب طويلة
فعلى أوكرانيا المنافسة مع إسرائيل في الصواريخ باتريوت والمقذوفات المدفعية من 155 مليمترا والأسلحة الأخرى التي تحتاجها أوكرانيا وكذا إسرائيل. أكدت مجلة شبيغل الألمانية في تعليقها حول عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس صباح السبت على إسرائيل أن ما حصل مع جيش كان يطلق عليه أقوى جيش في المنطقة هو عار كبير وفشل ذريع، بدأ من الاستخبارات وعدم توقعها المسبق لما يحصل. بحسب المجلة الألمانية الأشهر، لا توجد نهاية قريبة في الأفق لهذه الحرب التي بدأت فجأة، بل على العكس تماما. إن احتمال أن تتطور هذه الحرب على عكس أي حرب سابقة في غزة أمر واضح، ولأن إسرائيل فقدت قدرتها على الردع بشكل واضح فلا يبدو أن أحدا يخشى التدخل البري للجيش الإسرائيلي، وهو ما يضع العديد من التساؤلات. ربما تكون حماس قد حققت أمرا مختلفا، فبحسب شبيغل بدت إسرائيل أضعف من أي وقت مضى في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية. وترى المجلة أنه من المرجح أن تكون إسرائيل مستعدة للذهاب إلى أقصى الحدود في الوقت الحالي. وفي وقت مبكر من بعد الظهر كرر مراسل إسرائيلي مرارا وتكرارا الجملة القائلة إن جنوب إسرائيل أصبح في أيدي حماس، لقد قام الجيش بالفعل باستدعاء جنود الاحتياط، ومن المؤكد أنه سيتم مناقشة غزو بري لغزة، بل وربما يتعين الأمر بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. هناك احتمال كبير بأن يكون هناك عدد كبير للغاية من الضحايا من كلا الجانبين، وتتابع قتل المئات من الإسرائيليين وجرح الآلاف جعل إسرائيل بأكملها في حالة صدمة. إن رؤية صحفي فلسطيني ينقل تقريرا لشعب غزة عن انتصار حماس في بلدة حدودية إسرائيلية يشكل كابوسا لكل إسرائيلي، سيكون هذا الحدث بمثابة صدمة وطنية جديدة لا شك في ذلك، بيد أن صورة الجيش الأقوى في المنطقة باتت تضمحل والقدرة على الردع كذلك. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. تجمع العشرات من أفراد الجالية العربية والمسلمة في روتردام بهولندا أمس للتضامن مع غزة ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر منذ السبت.
ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وهتفوا قائلين نموت نموت وتحيا فلسطين، ورددوا الحرية لفلسطين، وكبروا احتفاء بما حققه المقاومون في معركة طوفان الأقصى. وعبر أهالي منطقة الشيخ زويد بالعريش شمال شرقي سيناء المصرية عن فرحتهم بمعركة طوفان الأقصى بالتكبير والتهليل. ونظم عشرات الناشطين المغاربة وقفة في العاصمة الرباط دعما لعملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية حماس. شهدت العاصمة التركية أنقرة وقفة دعم لعملية طوفان الأقصى. استيقظ سكان قطاع غزة على شهداء وجرحى ودمار مادي هائل خلفته غارات المقاتلات الحربية الإسرائيلية. ولليوم الثالث على التوالي تواصل المقاتلات الحربية الإسرائيلية شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى وتدمير منازل. وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بتدمير 13 مبنى سكنيا بشكل كامل جراء الغارات الإسرائيلية، فيما تعرض 1210 وحدات سكنية لهدم جزئي. والآن مشاهدينا نتابع معكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. أنا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى. دقت ساعة الصفر وارتأت المقاومة الفلسطينية أن تريق ما تبقى من ماء مقولة الجيش الذي لا يقهر على تراب الأرض المحتلة. بحرا وبرا وجوا صال المقاومون وجالوا وقاتلوا واستعادوا وعادوا محملين بغنائم وأسرى من ضباط وجنود ومستوطنين، ليتذكر الناس مشهدا قبل 50 عاما في 6 أكتوبر عام 1973. هذا مشهد قبل 50 عاما، جندي مصري يسحب جنديا إسرائيليا من يقته. أما هذا فمشهد من الأمس القريب، تشابهات لم تتوقف عند حدود المشهدية بل وصلت إلى عمق تكتيكات ما قبل الحرب، مثل المباغة وتحديد لحظة الهجوم صبيحة يوم السبت والعبور إلى عمق الأراضي المحتلة، ليعيد التاريخ نفسه هذه المرة بشكل أبهى على عكس عادته مع الفلسطينيين. فمصر قبل 50 عاما كانت صاحبة أقوى جيش عربي، ولم تكن إسرائيل بمثل قوتها العسكرية الحالية. أما غزة التي تمثل أقل من 2% من مساحة فلسطين التاريخية، فهي تحت حصار مطبق واستنزاف عمره عقود من الحروب والتدمير المتواصل. في هذه المرة انهارت دفاعات الاحتلال في 22 موقعاً خارج قطاع غزة، بما في ذلك مستوطنات تصل إلى عمق 15 ميلاً داخل الأراضي المحتلة من قبل مقاتلي المقاومة. شكل اختراق الحدود ضربة صاعقة لإسرائيل التي أنفقت نحو $1 مليار لإقامة جدار عازل يفترض أنه غير قابل للاختراق. وشكلت صور اقتحام المقاومين وأسرهم عددا من المستوطنين صدمة عميقة أخرى، وقتل أكثر من 700 إسرائيلي وأصيب أكثر من 2000 آخرين حتى الآن، وهو عدد غير مسبوق من القتلى تتكبده إسرائيل في أقل من يومين. وبهذا الفيديو نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.